الحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيوة برنامج كني تحنها ها وموضوعية دي هراء رمضان هي أحكام تي دكو صابسن أيو دب الصعدة وحنو حوجا عير أو كوابن عن موضوع عن إن شاء الله كجهد لدونا رؤية الشهر أما ثبوت الشهر ما رؤية الهلال وعلماء ذو أي كهد لان رمضان في لوجي سهرة أحكام رمضان تمر كي كهد ليا أيوه الرئيسية ولجديدنا أي تهاي سدابة كوسقناتا صوم رمضان صدق كوسقناتا أما بيش صدق كوسقناتا معناها محل كوسقيا محل كوسقيا ولا كوسومية وأنا أساسكي أما ها أهاتو صوم كهوري لسوميو أما ها أهاتو صوم كمركا ودمادو اللي عيداي marka waa laba xukun weyn mid waa soonka hore ee la soomaayo midna waa markuu soonka ino dhamaado oo waa ciid la ciidaayo marka mid waxa weeyaan thubutu shahri ramadan ama thubutu hilali ramadan midna waa thubutu hilali al-eid ama shawal rasuulku alayhi salatu wasalam حديث بينوغو بيامي بينوغو عدي وحي بشو كسوغنات وحي الحديث صحيحة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته معناها كسوما أركتدا أركتان بش صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا معناها كو أفطرا وكو عيدا أركتدا إذن أركتدا أساس ومرك الله أركو هيا الله صومي مرك الله أركنا هو العيدية وعيد رسولك فإن غم عليكم فاقدروا له فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 هذا إذن كقر صنط ومروح جراء أي رؤية عدور دار تودو واني سورو بيني هو مركا جهادي بيشا لغاير كاي اي ضروري حدي اما مركا وحويان قطر ايو بورد ايو غيم ايو ضروري ايو جيران اضو معناها جوي غايان سافي هاي مركا مسور توبي سو ان لا اركو اركتدي نوع عدور دار تودا لوراني حالة دا محالي يريا محالة سمينيا حديث كوكا هاد لي قيبتي صدام هادا يدين كاقر صونتو وحاط لما يستيرتان شعبان إذا وين شعبان لسوت ريناي ومركو هرب وين شعبان بلا شدي دي هرالا لسعودو أو ترتيب لولا صعود شعبان بان سوت سنين وين نوح حساب صنيد شعبان بان لما يسترين فأكملوا عدة شعبان مركا لبا حديث باكجرة حديث وحده فإن غم عليكم هدية إذن كقر صنطه فأكملوا عدة شعبان شعبان عدة إذا ما يستر حديث نوح هذا فقدروا له أقدر أقدر حديث كمركا أقدر له تمعنا حساب قدر ترشدي شعبان الثوت رسنيسين كو حساب تموية إنك استوى تفسير كلانه وكجره ولذا فقدروا له وقدر ذا سي حديث كخلاف السري وبيامي وحديث كيلي فأكملوا عدة شعبان شعبان تريدي ذا دمية 30 صدن وهي عدة شعبان دو حديث كودين لها دي شعبان صدن نوي نقون كرتها 30 صدن نوي نقون كرتها سغايلة بعد نوي نقون كرتها بلاها إسلام كنا والله بدا حالهم أما هو سغايلة بعد أما هو صدن بلاه إسلام كسديد لا تنمى نقضى وحي يكتيس كلا يرى هذا وكوب يصدنا من نقضى وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام
الشهر هكذا وهكذا بشوا صدع يا صدع مر صوحة المامي صدم وصدح جير بوت المامي أولي هكذا وهكذا وهكذا طبن كي سفرات بصدح جير كرو قاضي وصدن مركا مرنا مدبو اللعبي وواسق عليه لبعض رواية كاركودنا وحبا عدي يابا بشو ينو يساق عليه لبعضنا ينقطة بشو ينسق عليه لبعضنا ينقطة ولذا رسول كومد دينين كلياته لما يسترى ترى ده شعبان اي وحا ويلي 30 صدن مركا وين صدن لا ترسدا شعبان مركا صدن كيدي اينو بوخينو ومركا ارغتيدي اي سورتوبي ويدو ايان مركا مااننتا كو خيغتا سومينا مركا صدن كشعبان ان دمايستر اذا رؤيدا يا ارغتيدو وحي كوسغناتا اي ارغتيدا اي بيشا رمضان سون كيدو وحو كوسغنادا يانو جيدا ارغتي لا اركو بشي يني أركتدي سورتوبي ويدو عدور دار تودو قال لدما يسترى بشي شعبان لترصد صدن مع المضمر كي بيوح سنتنا ما لنت كواد مركا وحويان لصوام وحا مركا انكو حجسينينا سلا موضوعة وحن نيوين أركتي لغو صوام aragtidi marka waa inay ay arkaan ma inay dadkii oo dhan wada arkaan ba ma inay dadkii bar kamid uun arkaan ba cadad intee leeg baa lagu kaaftoomaya aragtidi tana hadiistu way bayaamiyay hadiis ba marka wuxuu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam suumu li ru'yatihi wa afdhalu li ru'yatihi wa hadiiska hadda aan sheegin waxa hadiiska marka ku jiray aragti ku sooma aragtidaana ku aftira فإن شهد شاهدان بحديثي هذا لبا مرخاتي كعان أركتدا فصوموا وأفطروا كنا صوما كنا أفطرا أو كعيدا لك حديث كاسوحة المامي فإن شهد شاهدان هذا لبا مرخاتي أي أركان كنا صوما كنا أفطرا حديث كابر كعلماء دو حديث وحجار كيه وأركتدا عيدا بيلاد marka ciida waxa loo shardayaa inay laba qof oo caadil ah arkaan ama aragtida hore ee soonka hal qof baa inagu filan waa laba xadiis oo kala bayaamiyay inuu rasuulku ku kaaftoomay aragtida ramadaanta hal qof oo caadil ah hadiiski abdullah ibn umar iyo hadiisul arabi hadiiski abdullah ibn umar wuxuu yiri abdullah ibn umar tara annasu alhilala فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه وحري عبد الله بن عمر تدكيب وحيست صيام بشي كبعد وان أركيب وأفقي جهادي كسب بحيث أركي مر كان أركينا رسول كان هو الرميب إن أن أركي مر كان عبد الله بن عمر برسول كأمر كعي إنه أركي كبعد رسولك وحاو أمري ونصامي بيريدات كان وحو أمري إنه صوما وعكو كافطة ومركة رسولك عليه الصلاة والسلام أركتدي عبد الله بن عمر حديثك كلي عرابي قنا وحوها إنه نين مركة باديها كي يمدي ورسولك ويمدي أو يري بشي رمضان بان أرك مركة قف كاسي دات كوا الله بقايبود قفنا وقف عدالة دي سعادة وأكتين عادلة وينانو باهنين إن العدالة ديسة أنا أقول أما اللي نو تسكيي قفنا وقف لدى مجهول العدالة وقف مسلمة لكن هو مجهول العدالة إذا كان إسلام نمضى إنك كافطون أيام ركا كافطون إنا ما هدو مسلم يهي إسلام نمديسان كو أقول إنا إنو عادل بيه إلا إن فسقي يحمان عدالة ديسة ريديسة لغو هيا ماهين ننكاسي عدالة دي سلامة قرانا إيه لكن هو إنه مسلمي هاي وي عطاته وواكي رسول كويري أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ما قيره يسابه لي شهادتينك لا إله إلا الله محمد رسول الله هو قرانك وان قيره يابي
كبعد رسولك وحو أمري دادك إني صوما مركا قوات الله راقفك مسلمك وعدالة دي سوان جاهل كنا ما بار بارين وانكو كافطامين إلا إن فسق جيس فسق مركا وكسوك نادم ماهين مركا هالكا وحي العلماء بكو عديين يقو اسكو إيقا إيا لبدا حديث ومتكود لبدا حديث ودن ووحي عديين إن لغو سوما إيو هل قف أركتدي لغو كافطامة إيو لغو سوما إيو وعادلة حديث نوح الشيقا إن لبقف إيو حويان وهذه أركان وعادلين لغونا سوما إيو لغونا أفطرا إيو ولذا لبدا حديث كان أرانا إيا لبقف وإن أركان لغونا سوما لغونا أفطرا وحاو خاس كيهي oo ay culimadu ku daayeen kaliyata wa baad ahli ilmu culimada qaar kood waxa jiraan labadaba waxa loo shardeeya in laba qof oo caadilina ay aragtida horena laba qof baa loo shardeeya oo caadil ah inay arkaan oo ku filan in laba qof ay arkaan soonkuna waa sidoo kale culimada badankoodu laakiin waxa jiraan maadaama xadiisu abdullah ibn umar iyo xadiiskan hadda arabi goon sheegayni min hal hal qofuna ay haayeen way kala saareen marka waxa jiraan حديث كان أرانا يلا بضع وحجار كيه هي عرقت ده بيشة شوال هو عيدة حديث ك الله بدن حديث كان لو حجار كيه هين عرقت ده بيشة رمضان مركا عرقت ده بيشة رمضان وح أنكو كافطة منا هل قف أو عادلة هل قف أو عادلة عرقت ده عيدنا وحلو بهين هي لوقف سلاس سامر كاف صوابع علماء بدون كودنا يقاتل قول بكلام ركاج جريء من مذهب أورانا يا لبا ضبوا حلوا شردية إن أي لبا عادل أي أركان لبا قف معنا لوك السوني عدالة دودة أركتي ظهره هي أركتي ضدن بأعيد أبي أي واحد جرت مسألة كجرت حديث كهره أي نصوص يعني أوه هداي أرنتو أركتي دي صورته بويدو حديث كوي حديث فإن غم عليكم هذه جهادي حيرانت ضرور باجرتا أما قيق باجرة أما وحجرة سيغو وحيالها مركا إن لا أركوا بشي أي سورو بويدو محالة سمعين أيا حديث كوي نوش هذا شعبان دما يستيرب بيش شعبان دما يستيرب بيش شعبان سقالي لبعطنا وينقون كرتا صدنا وينقون كرتا لكن حديث كوي بيامي ووحل رسولك عليه الصلاة والسلام فأكملوا عدة الشعبان 30 صدا ما هسق عليه لبعضهم صدا بعلى دم يستريا هذا بحال كاسيل لبع حاله يا كجرت العلماء ذك هذلا لبض حاله وحويان إن أركتدي بشا أي سورته بويدين أن أرقنا لول كنا وصافية جهادي اللي قارك أي بش وصافي صح ويبالي wax inaga jihadi inaga dahaaraya ma jiro iyo xaalada marka ay daruuro iyo waxa si jira labada xaalay u kala saareen qaar umanka wax jiraan culimada qaar kood goorta aynu bisha ramadaan sodonkeeda dhamay bisha shacbaan sodonkeeda dhamaystirayna oo in shacbaan tirinayno oo markay sodonkeeda aynu buuxino aynu soomeyna waa marka aan bisha arki weyno wax daruuro ho inaga qarinayaan aanay jirin ومركا مركا عين لما يستير إنه بيش شعبان صدق كمركا لما يس لما يننا ونسومينا أما مركا أي جهاد أي بيش لقى أركا أي ضرورة جيران أما وحوي أنا يعني سورتو بينن أركتيدو بيش شعبان وحيد هذين سقالي لبعضهم بانك لقينا مركا وان صوت ريننا بيش شعبان سقال يلا باتن مركي مراي سو إن سقال يلا باتن أنا سدافينه مالين تصدنات بن سومي النبي له مالين تصدنات أي سومينا بعض أهل العلم أما علماء البركود أي صداقات وحلا هذا وح كم إذا صحابة أنا عبد الله بن عمر وكله أي مركي متى بكاسي قاطي وحنو رنجري بالله هذا إن أنا مالين شعبان صومه أي إيجا خير بدن إن مالين رمضان أن أفطروا وحنو ويا بيش بله إسلام قصدنا وين نقدان سقالي لاتنا وين نقدان هذا يمرك بيش يكون دماثي سقالي لباتن تبيش يكون دماثي
ودوا سورته ودابيده وبيشي سقالي لباتنا النقط ما لين تن مركا وحويا كو حكته صدنا إنك صدنا كو حسابينا أنا أي كو ذي ربط أنت ما دام الجهاد يا إنك حيران تايو بيشي أركوين مركا وا إن أن أن كسي قدينو أو ما لين أن صونا مركا بيشي شعبان مركا سقالي لباتنا مع الموت لما يستر أو 29 أن كدينو ما أنت صدنا دو أن سوامي نبيله مركا وا احتياط way haday shacbaan igu dhacdo oo shacbaan noqotana dawa bil shacbaan oo soomana oo wax mushkilo ku jira ma jiro haday rabadaan ku dhacdana dawa bishi markaa aan rabeen aan soomo laakiin qowlka sawaabka ee kan ka xoogani waa kay culimada badankoodu qaateen oo ah inaynu sodonka shacbaan dhameystiro oo inaan ku soomin 29ka shacbaan dabadeed aynaan soomin bal waa inaan soona sodonka shacbaan dabadeed sidaas baan markaa waxa weeyaan sawaabo oo fiican qowlka jumhuurta ayaana xoogan sababtoo ah xadiis ba rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxa weeyay man saama al yawm alladhi yushakku fihi faqad asa abul qasim qofka sooma maalinta la shakisan yahay waa yawm shakka abul qasim waa u caasi rasuulku kaleey salaatu wasalaam ciisiyan bu qofkaasi la yimid yawm shakkuna waa bisha shacbaan markaynu soo tirino aynu 29 aan dhameystirno waa suurtagal inay bishii shacbaan 29 ku dhamaatay oo bishii rabadaan koowdeedii ay tahay maalinta 30aad waxaa suurtooda inayna shacbaan dhamaanin oo ay wali sii socoto oo 30keedii ay buuxsamayso maalinta marka ayuu mushaki baa leeyahay lama hubo marka maalinta cida soonta أبو القاسم هو عاسدي ورسولك عليه الصلاة والسلام أبو القاسم هو كنيدي رسول حديث كرسولك هو عدين يا بش شعبان دم يسترى صدا إذا وين الحديث كرعنا مركا قولك الصح دي هو صداس وحن مركا أن كل سوا ختمة يا إن أركتدا لجو صامو لجو نعيدو أركتدو هدي عدور دار تودنا وإن صدم كشعبان أي دم يستر ما taasina waxay suurtoobaysaa shacbaan uu soo tirineyni oo aan la soconay cadadkeeda xilligay bilaatay 30keeda markaan dhameystirnana haddii kadib waxa ku xigaa dawa ramadaan qowlkaas marka sawaaba oo xoogan oo marka ay tahay in lagu baraarugsanaado ama arinta la yiraahdo xisaabta waxa la yiraahdo oo inaan wax xisaabta falaga la yiraahdo inuu ku socono oo inuu taa marka waxa weeyaan ku cibaadeysano ku ciidno kuna soono xisaabta falaga oo hadii jeer taariikhaha iyo taqawiimta waxa la dhahay gidaarada lagu dhajiyo waa taariikhdan gidaarkii noogu dhagsan cilmi falak bay ku dhisan tahay oo waa cilmi markaa waxa weyn ku saabsan sayrul qamarka oo tirada markaa waxa weyn lagu xisaabayo wax markaa waxa weyn qiyaas ah oo xisaab falaga cibaadeena kama xidna sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaadadeena kuma xidhin شيء خلق إلهي إدى تقعنا أي كوبان بل شيء واضح أركت ذا بيش والله وضع أركايو أيام أركا إلهي سبحانه وتعالى وإنه وحدة وهو عبادوي عبادتنا وإن لغا سمية ما دام عبادتي لغا سمية هي عبادتي وإن لغا حدا أو أي إنه وحدا تهي وح أمد دي وردن كده حي وأن داد غار مركا وحويان أن وحويان إن أقونو لهي صير غمركا أما حساب تنفلق قال إلى هذانا ده داد كوبان بايقان ولذا علماء وحي عديين إن لا يعتمادي كرين لقون السومي كرين لقون عيدي كرين ولو علماء قال كود هواي إلى هذان بوا لقو صومي كرا وأقوال لقى صور نقلية إجران لكن أقوال الاعتمادية ماها مركا وحن كل يوم راعينا يوم اختلاف المضالع وحلا لا يجرى وهذه يجرى بشهر رمضان إمات كده خلاف بين إمات وقصة بصن أرنت مركا بشهر waxa arintaas ay tahay waa misal arintan hoos timaado hadii dhul laga arko ee waxa weeyaan kamida dhulka islaamka intii kale ma laga arkayaa intii kale ma laga soomiyaa misalan dhul kamida marka dhulka islaamka laga arkay intii kale ma ku waajibaa inay soomaan mise iyagu ma arintaas gaar ku tahay mise dhulka laga arkay wixii madaalic dadu ay isku mid tahayna hay israacaan wixii madaalicdoodu ay kala duwan tahayna
ee wax weeyaan isma raaciya misaladaas marka raacsan tan hore ee waxa safiican inaynu ka dhigno ee adduu la yiraahdo xalqad kale wana arin muhiim ah hadii jeer khilaaf uu ka yimaado inteeba marka wax weeyaan israaciisa ee inagu ma aragtideena un baynu si gaar ah u eegna oo wax weeyaan intii isku manaadiqiiba ma dhinacba isku raaciyaan mise muslimiinta oo dhan waa hal dhul kaliya taa hadii hal meel laga arko waa in intii kalena soonki lagu waajibiya wa misalada la yiraahdo ikhtilaaf al-madaali' wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam الشهر السعيد النور في الدنيا يزيد